إحساسي كست إن جوزي مش قادر يحقق نفسه قتلني. هواية بسيطة المفروض يستمتع بيها في وقت فراغ واخدها مهنة وشغلانة. استقرار مفيش، فلوس مفيش، طموح وهمي مخليه مجرد شخص ماشي كده في الدنيا وخلاص. ومع كده بحاول أساعده من غير ما يعرف. عرضت عليه يشتغل هنا معايا في شركة عمته. صحيح إحنا شركة مستلزمات طبية ملهاش علاقة باللي بيحبه عمر باشا، لكن أهو شغله خلاص بدل الفراغ اللي هو فيه. بس طبعاً هو مش عاجبه لأنه رافض فكرة إن يكون مديرته. جايز يكون معذور، بس أنا كمان معذورة، مش حابة إني متجوزة راجل فاشل. ماجدة، هاي ماجدة، كله جاهز؟ طبعا يا مدام شيرين، كل حاجة جاهزة، مفيش أي حاجة للميتنج ناقصة، كل اللي حضرتك طلبتيه من الحضور موجودين. أنا شايفة مكاتب برا فاضية، أي حد دخل الشركة بعدي اليوم مخصوم منه، مفهوم؟ طبعا مفهوم. في واحد بس برا اسمه وائل نصر، هو بيقول إن هو منتج سينمائي وفي ميعاد مع حضرتك. أيوه، دخليه بسرعة. طيب والميتنج؟ لا الميتنج يتأجل تلت ساعة، الميعاد ده أنا كنت واخداه ونسيت أبلغك بيه. أنا سعيدة جدا إن أنا بتعرف على حضرتك، أنا متابعة أعمالك كلها طبعا، ويعني ليا الشرف. أشكرك يا فندم، والله أدينا بنحاول. طيب أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا طبعا ما عنديش أي خبرة في مجال الإنتاج السينمائي، بس الحقيقة إنه حبي للسينما مخليني متحمسة جدا للتجربة دي. والله إحنا نتشرف بيكي، ويمكن انت فكرت الفكرة دي في وقتها تمام. انا قصدي الفترة دي بدور على شريك لان عايز ادخل فيلم بميزانية كبيرة شوية. تقصد حضرتك فيلم بميزانية ضخمة يعني؟ لا مش اي فيلم، فيلم بعينه، فيلم عن حرب اكتوبر. ده شيء عظيم جدا، بس انا كان تفكيري ان احنا نبتدي مع بعض بحاجة يعني اصغر شوية، يعني مثلا فيلم اجتماعي، فيلم رومانسي، حاجة كده. والله ما عنديش مشكلة نجرب بعض، الافلام اللي من النوع ده كتير، مكتب مليان سيناريوهات كويسة. طب ده شيء هايل، بس أنا الحقيقة كان في سيناريو بعينه كنت حابة إن احنا نبتدي بيه، الفكرة عجباني جدا. جدا ليه لأ؟ بس مين اللي كاتبه؟ مؤلف جديد بس ممتاز. والله يا شين هانم أنا أفضل إن أنا أشتغل مع كاتب خبرة ومحترف، وفي ناس كتير تقال. بس أنا الحقيقة متحمسة جدا للسيناريو ده. مفيش مشكلة، السيناريو ده موجود معاكي؟ أنا مجهزة لحضرتك نسخة. اتفضل. دخلة صيف، حلو الاسم ده، اكيد فيلم عن الساحل. لا ساحل ايه، لا ما اظنش، يعني ده فيلم جاد جدا يعني بيتهيألي. وماله، انا احب الاعمال الجد. انا بقول لحضرتك عايز اعمل فيلم عن اكتوبر. ده شيء عظيم، انا واثقه ان السيناريو هيعجب حضرتك. عمر جلال الدين، عمري ما سمعت عنه. ما انا بقول لحضرتك هو جديد بجد. بقيت شاكك في كل حاجة، سنين طويلة بحاول أوصل شغلي للناس وبفشل، دايماً كنت بشوف إن الناس هي اللي ما بتفهمش وثقافتهم محدودة. أصبر نفسي إن أكيد في وقت معين حياتي هتتغير والناس كلها هتحلف بموهبة عمر جلال الدين، لكن للأسف العمر بيجري وأنا ما بحققش أي حاجة. أما شيرين فدي بقى قصة تانية خالص، دي عملي الأسود في الدنيا، أكبر مقلب كلته في حياتي. ألو. يا عمر أنت فين؟ في البيت، هكون فين يعني؟ قاعد بتعمل إيه يعني؟ بشتغل. بتشتغل إيه يا عمر؟ هكون بشتغل إيه؟ بشتغل كاتب، بكتب حاجات، بكتب. طيب أوكي، ممكن لو سمحت تنظف أوضتك اللي أنت رافض حد يدخلها؟ أو على الأقل سيبنا إحنا ننظفها. أقول لك؟ هدخل انا انضفها لك بنفسي يا سيدي، مش هخلي حمديه تدخل، بس ارجوك من فضلك يا عمر الاوضه محتاجه تتكنس وتتهوى. ما هو لو اللي هيدخل الاوضه مش هيغير لي مكان حاجه ولا يفتي في حاجه كنت سبتكم نضفتوها، انما انتوا بتدخلوا بتبهدلوا لي الدنيا. بقول لك يا شيخ انا هنضف الاوضه دي، سيبيها لي انا هنضفها خلاص. اي ماجد، اوكي اوكي يا عمر. طيب انا داخله من سلام يا شيرين. خلاص سلام سلام، باي باي سلام. مالها؟
هي اتأخرت كده ليه؟ ما تقلقش ضمانها ده شكلك مياس ومش هتيجي. انت ما اتصلتش فيا ولا ايه؟ لا الحقيقة. طيب اوعى تقول لي ان هي اللي زي القمر اللي جايه هناك دي. هي ايه؟ وقف. هاي هم. ازيك يا ديما؟ معلش اتاخرت. لا لا يهمك. ادي يا ستي الاديب العالمي بتاعنا عمر جلال الدين. يا عمر. هاي. إيهاب بقى بيقول إن أنت جامد قوي. والله هو إيهاب بيأفور شوية. بس الحقيقة هو ما أفورش لما قال عليكي زي القمر. أنت داخل سخن وبتعكس من أولها بقى. لا والله خالص. بس أنت فعلاً زي القمر. طيب سيبنا بقى من المجاملات دي. بص يا سيدي. داليا بنت خالتي. حلو. وأنا بشتغل صحفية في جريدة السفر. وماسكه لها كل شغلها فيما يخص الصحافه، يعني تقدر تقول ان انا المستشاره الاعلاميه بتاعتها، تمام؟ ماشي تمام. هي بتدور على ورق، وانا عرفت ان انت ممكن يكون عندك ورق حلو ينفع. طبعا. انا عندي ورق كتير يعني ومواضيع مختلفه ومتنوعه يمكن ما حدش داس فيها قبل كده يعني. لا والاهم من كده ان احنا زي ما قلت لك محتاجين عمر يقرر اذا كان الشغل ده هيتعمل افلام ولا لا، ولا ايه يا مورا؟ ايوه بالظبط صح. عارفه المخرجين ايدهم طويله شويه على السيناريوهات، فانا احب اشتغل مع مخرج اكون واثق فيه يعني عشان ما يبوظش الشغل يعني. يعني انت ما عندكش ورق جاهز؟ لا عندي. لا انا كده اتلخبطت. لا لا احنا بنتكلم على قصص ثانيه، هو لسه ما حولهاش سيناريو، انتوا ممكن تاخدوا منها. فعلا. والقصص دي نزلت؟ نزلت فين؟ نزلت القصص دي في السوق يعني؟ ايوه نزلت طبعا، بس مش هنا. نزلت بره مصر يعني. انت فاشل في الكتابة على فكره. انتوا ما شفتوش حد؟ يا نهار اسود دي فاتتني يا محمود. صح عندك حق، انا فعلا فاشل في الكدب واسف جدا طبعا على كل اللي حصل ده، بس ايهاب حب يديني برستيجي قدامك فيعني حب يصيطني شويه، بس يعني انا ما عنديش قصص لبره ولا جوه ولا يعني عندي حاجه جاهزه، انا كل اللي نزل لي بس قصص اطفال كده في مجلات وكده وبس. مفيش ولا افكار ولا سيناريوهات ولا اي حاجه؟ لا في الحاجات دي كلها بس جوه دماغي يعني لسه ما اتكتبتش، بس طبعا لو على الكتابه ولو انتم مستعجلين الموضوع سهل جدا يعني، مهم انها تتكتب انها تبقى يعني انا مصدقها ويبقى جوايا ومؤمن بيها وكده. طب بص يا عمر، انا هقابل داليا دلوقتي وهكلمها في الموضوع، ولو اني يعني المفروض ان القعده دي ما تطمنش، بس مش عارفه ليه انا مصدقك وحاسه ان جواك انسان موهوب بجد وعنده طاقه كبيره، واللي اكد لي الاحساس ده الجمله اللي انت لسه قايلها، ان لازم تكون مصدق افكارك، واظن ان دي حاجه مهمه قوي. ديما الحقيقه انا سعيد جدا في البدايه ان انا اتعرفت بيكي، وبجد سعيد ان عندك الاحساس بالثقه دي ناحيتي، وانا واثقه انك مش هتخذلني. اللهم باسمك أموت وأحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you.
انت يا هانم. ايه ايه في ايه؟ عرفت ان انا ما بحبش حد يخش اوضتي؟ في ايه يا عمر؟ في حاجه ضايعه مني؟ اه في حاجه ضايعه مني، في سيناريو كامل ضايع مني. سيناريو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لما اقول لك اسمه هتعرفي انت يعني كده، سيناريو خلاص. على فكره انت بتزعق كده ليه؟ انت داخل عليا اوضتي وبتصحيني من النوم. صحيكي من النوم ايه؟ الساعه 10 بالليل، في حد في الدنيا ينام الساعه 10 بالليل؟ وايه اللي انت نايمه بيه ده؟ اصدال الصلاه؟ في حد بينام في الدنيا باصدال الصلاه؟ في يا عمر الدنيا بردت، وبعدين انت مالك؟ انا ايه مطلوب مني دلوقتي؟ مش مطلوب منك اي حاجه. وبقول لك ايه؟ قسما بالله العلي العظيم يا شيرين، لو حد دخل اوضتي تاني هكون كسر له رجله، ايا كان مين اللي هيخش. ولا تقدر. مصيبه لا يكون بيدور على سيناريو دخلت. ده الموضوع طلع بجد بقى. موضوع ايه؟ كاندل دينر، حركات، رومانسي انت قوي بقى. دايما بنسى انك برج الحوت. هو فعلا برج الحوت رومانسي شويه. قوي. لمده 3 ايام. لا مش للدرجات. صدقني يا ابني هما 3 او 4 ايام بالكتير. 3-4 ايام ايه؟ هي ليله واحده بنظبط فيها المصلحه ونقلب بعد كده عادي، مش حاجه. مصلحه في عينك. خدتي الموضوع على نفسك ليه كده؟ كمان ما حصلتش ليله واحده يعني. طيب انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا عمري في حياتي ما شفت واحده عندها طاقه ايجابيه قدك. ميرسي. بس على فكره انت مش اول واحد يقول لي كده. طبعا. لان اي حد اتعامل معاكي يشوف فيكي كده. بص بقى، انا ما بحبش التشاؤم. وما بحبش الكسل. بحب الحركه الكتير. باين. تيتا الله يرحمها كانت دايما تقول الحركه بركه، وانا بصدق في الموضوع ده جدا على فكره. صح. مساء الخير مستر عمر. ازيك يا نادر؟ كله تمام؟ الحمد لله. مساء الخير مدام شيرين. مساء الخير يا هانم. جاهزين الاوردر؟ لا ادينا بس نص ساعه هنبص في المنيو من دهك. تمام. في هنا بقى شوربه غير طبيعيه، شوربه فراخ تحفه لازم تجربيها. مش عارف هي هنا ولا هنا. مين مدام شيرين؟ انا مدام شيرين. شيرين انت ايه اللي جابك هنا؟ حظك بقى. طيب يعني بلاش عبط، قبل ما تفهمي الموضوع غلط، يعني احنا قاعدين في شغل والاستاذه ديما تبقى مديره اعمال الفنانه داليا فهمي، وشيرين ام ابني احمد ومراتي. اهلا. ويا ترى الاستاذه ديما عارفه ان الاستاذ عمر متجوز ومخلف؟ طب اقعدي يا شيرين عشان الناس تبص. ايه بعد ايدك، ما تردي عليا يا انسه. لو سمحت يا مدام ما تدخلينيش في المشاكل اللي بينك وبين جوزك، عشان دي اهانه انا ما اسمحش بيها. وبعدين على فكره انا علاقتي بيه علاقه شغل وبس مش اكتر، وانا ما اعرفش اصلا اذا كان متجوز ولا لا، والموضوع ما يهمنيش من اساسه. يلا يلا اتفضلي. انت واحده مجنونه. التصرف اللي انت عملتيه ده كان هيضيع مني اهم فرصه حقيقيه في حياتي. ازاي مخك يصور لك ان انت تصرفي تصرف زي ده؟ انا مش فاهم. ده انا كنت خلاص هخلص معاهم، تقوم انت جايه مبوظه لي كل اللي انا بعمله. انا النهارده اتاكدت ان اليوم كان انجح طول ما انت في حياتي. في ايه يا عمر؟ انت متخيل ايه؟ حط نفسك مكاني. داخل مكان لقيتني قاعده مع راجل انت ما تعرفش عنه حاجه، تصرفك هيبقى عامل ازاي؟ يا صلاه النبي، هو انت في شغلك ما بتقعديش مع رجاله انا ما اعرفهمش غرب عنك؟ اديك قلت في شغلي، شغلي ده مكتب في شركه، مش مطعم ومش كاندل دينر ومش كمان المكان بتاعنا. في ايه يا عمر؟ هتقول ايه لو حصل موقف زي ده؟ بلاش، انت ليه ما قلتليش اي حاجه عن الموضوع ده؟ بقول لك بتاع ايه؟ انت تعرفي عني ايه اساسا؟ انت واحده ما تعرفيش تعملي اي حاجه في الدنيا غير انك تصحي الصبح تلبسي وش رجاله وتكسري مقاديفي بكلمتين وتنزلي على شغلك، وترجعي من شغلك تخشي الخيمه بتاعتك تقري اذكارك وتصلي وتنامي. ليه متخيله ان ممكن يكون في بيني وبينك اي حوار؟ انا ما بحسش اصلا معاك يا شيرين ان انا متجوز. ايه اللي يخليني اقول لك ان انا قاعد مع فلانه ولا علانه؟ وبعدين انت عرفت ازاي ان انا هناك اساسا؟ انا كنت نازله اشتري دواء من الصيدليه، كلمتهم ما ردوش فنزلت. شفت الموتوسيكل بتاعك راكن فدخلت المطعم. لا انا مش مقتنع بالكلام ده خالص خالص. في ايه يا عمر؟ المطعم في الشارع اللي ورانا.
وارد جدا ان انا ابقى معديه الاقي الموتوسيكل بتاعك عادي بتحصل. خلاص خلاص. بص يا شيرين، قسما بالله لو اللي حصل ده هيضيع مني فرصه الفيلم دي، لا هتدفعي ثمن الموضوع ده وغالي قوي قوي. خلاص يا حبيبتي بتعيطي على ايه؟ انت لسه متعرفه عليه امبارح. بعيط على الموقف الزفت اللي اتحطيت فيه، شكلي كان زي الزفت. ده حيوان متجوز ومخلف عايز مني ايه؟ شفتي امبارح ولا اول لما كنت عاوزه انزل شتيمه في الرجاله زي كل يوم، وانت تقولي لي مش عاوزه استمهم النهارده. الرجاله دول اتخلقوا ليه؟ اتخلقوا عشان ياكدوا علينا وبس. مراته بقى شكلها ايه؟ مش عارفه ولا خدت بالي، ما كنتش مركزه، ما شفتهاش اساسا، شكلها ست عاديه يعني. انا كل كان همي ان انا اسيب المكان ده وامشي. هنعمل ايه في الفيلم؟ انا الورق عاجبني جدا. احنا في ايه ولا في ايه يا داليا؟ ماشي بعدين منك ليه؟ كلميه انتي، انا مش هتكلم معاه تاني ابدا اساسا، انا مش هكلم اي راجل اصلا، ربنا ياخدهم كلهم. ابني احمد يا عمر. احمد ده ايه، مش في حساباتك؟ يعني مش في حساباتي؟ مش فاهم. يعني مش معنى انك مش طايقني ومش عايز تتكلم معايا ان ما يبقى لكش وجود في حياه ابنك. احمد كل يوم بيسالني بيقول لي ليه بابي مش موجود في البيت زي الاول، حتى لو مش طايقني هو ذنبه ايه؟ احمد ملوش ذنب في اي حاجه بتحصل ما بيننا، ومش هيدفع ثمن اخطاء اي حد فينا. السنه الفتره اللي فاتت كان عندي ظروف ملخبطه شويه وانت عارفه كده. وهتخلص امتى بقى الظروف دي؟ كله بأوانه، كل شيء ولآخر شيء. سلام. عمر استنى. أنا آسفة، أنا آسفة إني كنت مقصرة معاك الفترة اللي فاتت، بس أنا في حاجات كتير ناوية أغيرها فيا خالص. قصدي يعني إن أنا هكون زوجة أحسن، حاجات أنا عارفة إن هي مضايقاك، أنا عارفة إن أنا لازم أعمل كده. عمر أنا بحبك. وأنا كنت بحبك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا هنا. ايوه اتفضلوا، خمس دقايق واجيلكم. عمر يا عمر، مساء الخير. مساء النور. انت معاك ضيوف؟ ايوه. طب مش كنت تقول لي انا المفروض كنت ناويه؟ مش المفروض اي حاجه ابدا، دول مش ضيوف، دول المأذون واتنين شهود. البسي اي حاجه عليك عشان هنتطلق دلوقتي. انت بتهزر؟ انت شايف ان انا كلامي يدل على ان انا بهزرك؟ او شايفه اساسا ان علاقتنا تسمح ان انا اهزر معاك في اي حاجه؟ ارجوك البسي اي حاجه عليك وحصليني على بره. استنى هنا، الكلام اللي انت بتقوله ده، انت اتجننت؟ مش فارقه بقى اتجننت ما اتجننتش، انت كده كده شايفاني شخص فاشل وموهوم وما بتحملش اي مسؤوليه. ايه الوقت بقى ان شخصيه عظيمه زيك تخلص من شخص تافه زيي؟ ايه الكلام ده؟ انا عمري ما كنت شايفاك كده. ازاي؟ انا حتى بكرر نفس كلامك. وعموما عشان نرضي الايجو بتاعك احنا ممكن نقول ان انت اللي طالبه الطلاق مش انا. انا عارف ان انا فاجئتك واسف يعني على كده. يعني انت جاي اخر الليل تطلقني علشان تفاجئني؟ طب يا عمر هعمل حساب احمد في المفاجاه. بص ايدك، ما تجيبيش سيرة احمد في الموضوع ولا تدخليه. احمد ملوش ذنب في اي حاجه بتحصل ما بيننا. انا هعرف اخد بالي من ابني يمكن احسن من اول 100 مره، لاني حابه بني ادم ناجح. النجاح ده لا يمكن يحصل طول ما انا وانتي عايشين تحت سقف بيت واحد. البسي حاجه وتعالي بره بسرعه.
تعدي على خير. كل اللي طلبته مني عملته لك. ودلوقتي جه الدور عليك. وانا تحت امرك. يبقى تعمل اللي هقول لك عليه. كات! هو ده فركش. حضور بكره الساعه 8 يا اساتذه، ما حدش يتاخر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. مبروك يا معلم، اول يوم تصوير من تعريفك. اظن دي بقى اسعد لحظه في حياتك. والله اسعد لحظه بجد لما ان شاء الله اشوف الفيلم مع الناس في السينما باذن الله. لا، السينما دي بتاعتي انا. انا اسف يا عم، انا بهزر. انت صدقت ولا ايه؟ الايجو بتاعك عالي قوي. انا ايجو بس مخرج بقى وانت فاهم. طيب هتعمل ايه في المشهد الفينال؟ ما تقلقش يا عمر، انا هظبطها. طيب على الله. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا عادل. طبعا مش مبروك قوي، انت متعود يعني. طب لقاء سريع كده مع الكاتب والسيناريست عمر جلال الدين، تحب تقول ايه حضرتك في اللحظه دي؟ والله قبل اللقاء انا احب اقول كلمه مهمه جدا بالنسبه لي. احب اشكر الانسانه اللي وقفت جنبي وشجعتني وامنت بيا، ديما. طبعا تعمل ديما. ثانيه واحده، عندي حاجه كمان صغيره جدا احب اعملها. تتجوزيني؟ لحظة في حياتي. طول عمري مستنية اني اكون زوجة الراجل بحبه بيحبني. بحبك يا عمر. يا ريتني قابلتك وعرفتك من زمان. عمري ما هسيبك ابدا. بحبك يا ديما. يا ديما. ديما. اي حبيبي. حبيبتي انا هعمل الدرج ده للشرابات بتاعتي كلها. ماشي ماشي اوكي. ناديتني ليه؟ ناديتك ليه؟ انا ما اعرفش. انا اقول لك ان انا هعمل الدرج ده للشرابات. طيب اوكي اوكي ماشي. مش لازم تبقي عارفه. ليه يا حبيبي؟ واعرف ليه؟ دي شرباتك انت. يا حبيبتي انا مش بقول لك البسيهم، اصل انا قعدت ادور على شراباتي ما لقيتش غير ثلاث فرد بس ومش لاقي التانيين. فين التانيين بتوعهم؟ اعتقد في واحد في الحمام، وبيتهيالي ان انا شفت واحد ورا السرير سموير هناك. هما ما اتغسلوش كمان؟ مين اللي يغسلهم؟ مين اللي يغسلهم؟ حبيبتي انت مش المفروض تكوني واخده بالك من الحاجات دي؟ معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا مش متعوده. بقول لك ايه؟ يلا نلبس بقى عشان نخرج نتغدى بره؟ نتغدى بره؟ ايوه احنا مش هناكل في البيت ابدا عمرنا؟ يا بيبي ما انا قلت لك قبل كده مش بعرف اطبخ. بس اكيد بتعرفي تنظفي. يعني البيت زي الزفت. يعني انا حقيقة ما كنتش اعرف ان انت ست بيت يعني محترفه كده. والله طب ماشي مش عيب، روح بقى لست البيت الشاطره يا عمر. بهزر معاكي. تاخدي كل حاجه قفش كده. على فكره هزارك تقيل. انا اسف. وجارح. انا اسف. هنسي. عامل لك حاجه تشربها يا بيبي؟ لا ميرسي يا حبيبتي، انا بشرب قهوه. But Iceland's remoteness is no longer a barrier. The outside world has arrived. انا فكرت لك في حته فكره تجنن، بس عايزه يعني انتاج تقيل شويه. ماشي خلص بس موضوع الفيلم اللي انا بكتبه دلوقتي ده وبعدين نشوف الحكايه بتاعتك. طيب بس خلص بقى، انت ليه بقيت تطول كده في الكتابه؟ اطول ايه؟ انا بقاليش اسبوع بكتب فيه. وبعدين هو انت بتديني فرصه ابدا؟ احنا ما بنقعدش في البيت اربع ساعات على بعض يا ديما. سوري يا حبيبي، يعني لو اللايف ستايل بتاعي مش مناسب ليك. بس صح، انا لازم اهدى. تعرف انت هتبقى اهم مؤلف في مصر. لو ده حصل هتبقى انت السبب بعد ربنا. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي. ما تقلقش، قريب قوي هترد لي جميل. ازاي؟ انا بحس يا عمر ان ربنا جمعنا ببعض عشان
نكبر بعض ونحقق أحلامنا اللي ما كناش قادرين نحققها. وزي ما أنت مش لاقي نفسك أنا كمان مش لاقي نفسي. أنا ما اتخلقتش عشان أكون ضل داليا فهمي. أنا عايزة أمثل. مالك يا عمر؟ انت مش طبيعي، في ايه؟ لا عادي مفيش حاجه. لا مش عادي طبعا. ممكن تتكلم لو سمحت؟ بس انا بصراحه يعني اتفاجئت من موضوع انك عايزه تمثلي ده، كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني. بس واضح انها مش مفاجاه حلوه. يعني مش مسألة حلوة أو وحشة، يعني مسألة إن أنت يعني إيه اللي جاب الموضوع ده على دماغك أساسا؟ يعني عمرك ما فتحتني فيه قبل كده. أنت فاكرني عبيطة يا عمر؟ أنا ما بحلمش في حياتي غير بالتمثيل أصلا. أنا اللي كان المفروض أبقى ممثلة مش داليا. داليا ولا كان على بالها أصلا. كل الحكاية إن أنا خدتها معايا أوديشن فقبلوها هي. نصيب بقى. وبعدين انت شايفني ما ينفعش ليه؟ داليا احلى مني في ايه؟ يا حبيبتي الموضوع مش مساله حلاوه وحاشه، الموضوع في الموهبه. مين قال لك ان انا مش موهوبه؟ مين قال لك؟ فاكر يا عمر اول مره شفتك فيها قلت لك ايه؟ عمري ما هنسى. قلت لي انك حاسه ان انا موهوب وان انا جوايا طاقه كبيره جدا. طيب كويس انك لسه فاكر. وقفت جنبك وساعدتك وانا ما اعرفكش. إنما دلوقتي أنا مراتك وحبيبتك وإنت مش عايز تقف جنبي وبتشكك فيا. هديما أنا مش بشكك فيكي. كل الحكاية إن أنا يعني مش قادر أقبل أو أقتنع أو أصدق أو مش قادر أقبل إن مراتي تكون شخص مشهور. آه قول كده بقى. إنت خايف إن أنا أبقى ناجحة أكتر منك صح؟ ولا خايف قصتك مع شيرين تتكرر؟ متخافش يا عمر، طول ما انا في حياتك مش هتشوف فشل ابدا. تصبح على خير. انت كلام اوبا، ايه الصاروخ اللي دخل علينا ده؟ عمر، عمر مش دي شيرين؟ عمر انا بكلمك. ايوه هي. والمفروض بقى ان دي صدفه؟ ايوه طبعا صدفه. لا طبعا مش صدفه. من فضلك انا عايزه الناس كلهم يبقوا قاعدين، مش عايزه حد واقف. يا جماعه مين دي؟ حد يعرفها؟ هو في ايه؟ دي شيرين طلقتي. يا نهار اسود، انت فاكر جاي تحتفل النهارده؟ انت ليلتك سودا. بس ايه؟ دي موزه. مين دي؟ انا عايزه اعرف مين دي؟ اقطم بقى، دي شيرين طلقت عمر. طلقت عمر؟ يا ابن المحظوظه. لا العيب. هو مش ده استاذ عمر؟ اه هو. طبعا دي مش صدفه. طبعا صدفه. لا والله ماشي. لو سمحت انا عايزه امشي دلوقتي حالا. امشي انت اتجننتي؟ هننكد على الناس دي كلها ازاي يعني؟ اقسم بالله انا ما اعرف ان شيرين هتبقى هنا، وبعدين مش معقول عشان موقف شخصي بيننا ننكد على الناس دي كلها، ايه عالي بقى؟ انت ليه متخيل ان احنا لما نمشي كل الناس دي هتمشي عادي؟ الناس هتكمل سهرتها عادي. مش وطي صوتك بقى. اقول لكم ايه، انتوا هتقعدوا تترددوا كده كتير. داليا سيبي عمر جنبي هنا. تعال. بس بقى دقيقتين وجايه. يلا.
رايحه فين يا دينا؟ رايحه الحمام. حركات بلدي قوي ومفقوسه. سوري، انتي بتكلميني انا؟ ايوه بكلمك، مش بس بكلمك انا بحصرك. انتي لما كنتي متجوزه عمر انا احترمت اللي بينكم، دلوقتي جا الدور عليكي تحترميني. عمر جوزي وانا مش هسمح ابدا انك تتجوزي حدودك معي. انتي جريئة قوي. اصحي يا ماما، انتي خطفتي جوزي مني. بس اشبعي بيه، انا مش عايزاه. هقولك بس على حاجة، الدنيا دي دوار كما تودين تدان. هاي، اهلا. تقولي لي اتكلمتي معاه؟ انت عايزه تفهميني اللي بيحصل ده طبيعي وصدفه؟ جاوبيني الاول، اتكلمتي معاه ولا لا؟ ايوه طبعا اتكلمت معاه. انت ايه يا زفت؟ شيرين افندم، ايه اللي حصل جوه؟ والله تقدر تسالني مراتك، ما تسالنيش انا. دلوقتي احنا هنقعد نتكلم مع بعض كده وهي قاعده تستطرد بجوزي بره؟ اتفضلي. طب قولي لي حصل ايه؟ كمان واقف بتتكلم معاها؟ ايه اللي حصل جوه؟ يا سلام، على اساس ان انت كنت بتتكلم مع مين مثلا؟ دي صوتك بقى يا جماعه، يا جماعه شكلنا بقى زي الزبت. انا اسف، اسف جدا. انا اللي اسف، انا اللي اسف. اجري اجري ورا، روح جري. ممكن صورة؟ سوري مش وقت. بتنكى أول إيه؟ أنت عارف من الأول. أنت مش بتنزل ليه؟ اطلعي هنا شوية وجاي. اطلع. في ايه يا عمر؟ وحشتيني. وحشتك؟ ايه اللي وحشك فيه؟ طب مش ندخل نتكلم جوه؟ لا مش هينفع. تدخل بصفتك ايه؟ صفتي عمر. عمر اللي قدامي انا معرفوش. صفتك الوحيدة اللي انا بحترمها وبقدرها هي انك ابو احمد ابني. واحمد نايم دلوقتي. وبعدين انا مستغربة قوي يا عمر، انت جاي تتكلم وعادي خالص ولا كأن مراتك لسه مبهدلين. أنا آسف جدا، أنا معرفش إيه اللي حصل بينك وبينها، بس يعني لو كانت ضايقتك فأنا بعتذر لك. شكرا. من فضلك يا عمر، وجودك هنا في الوقت ده مش مناسب خالص. ممكن من فضلك تمشي؟ طب ممكن أسألك سؤال؟ لا، تصبح على خير. ايه السؤال؟ انا ما وحشتكيش؟ تصبح على خير يا عمر. تاني؟ قال تاني؟ طيب انت من اهله. باي باي. مساء الفل. مساء النور. ممكن أشوفك بكرة؟ خير،
لما اشوفك هقولك. عمر، انت طلبت مني انك تطمن عليا في الواتساب وقلت لك اوكي، ليه كل شويه طلب جديد؟ ما تبقاش طماع. والله محتاج اشوفك ضروري، ومحتاج دلوقتي حاجه كمان. ايه؟ ممكن صوري ليكي دلوقتي حالا؟ ليه؟ حابب اشوف صوري ليكي دلوقتي، صوره ما حدش شافها ولا هيشوفها غيري. ممكن؟ عشان خاطر. ازيك يا عمر؟ تمام الحمد لله. كنت فين؟ كنت عند داليا. انت بتعمل ايه؟ قاعد بشتغل. طيب ممكن اشوف موبايلك؟ تشوفي ازاي؟ اشوفه عادي يعني. قصدك تفتشيه؟ وليه بتسميه تفتيش؟ امال اسميه ايه؟ عايز تطمني على صحة الموبايل؟ طيب شوف كده مين بعتلك مسج، وبعدين انت ليه أصلا عامل موبايلك صحيح؟ عشان قاعد بشتغل. طب بص يا عمر، ياريت تخفف الكومنتات واللايكات على صفحة الهانم. الهانم مين؟ شيرين. شيرين يا أستاذ عمر، أنا مقبلش بكده ومش هسمح أشوف المناظر دي مرة تانية، أنت فاهم؟ رايح فين؟ بص يا ديما، أنا لما اتجوزتك كنت بدور على السعادة والراحة، راحة نفسية، الاستقرار النفسي. إنما الحقيقة من ساعة ما اتقفل علينا باب واحد أنا مش شايف غير قلق، توتر، غيرة أوفر، تصرفات مالهاش أي علاقة بالمسؤولية. ياه يا خسارة يا عمر، مرة واحدة بقى فيا كل العيوب دي. طيب لو مش مرتاح معايا طلقني. وكسر الشاطر احمد الحجر الكبير ودخل على الاميره، جاب لها خاتم حلو قوي قوي قوي، واتجوزوا وخلفوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وتوته توته فرقه الحدوته. حلوه ولا ما هي توته؟ طالما بابي قايلها تبقى حلوه صح؟ يلا يلا تصبح على خير. وانت من اهله. يلا. أنا ولا كان يجي على بالي لحظة إن أنتِ ممكن تكوني مهتمية بيا لدرجة إنك تفكري تنتجيلي. أنا مش مصدق. أمال أنت كنت فاكر إيه؟ كنت فاكر إن أنا عايزة أبعدك عن حلمك اللي أنت مصدقه؟ أكيد لأ. أنا كنت عايزة أشوفك إنسان كويس، سعيد ومبسوط وناجح. أيوة بس أنتِ عمرك ما عبرتي عن اللي جواكي ده. عمرك ما طلعتيلي مشاعرك دي. بالعكس أنا كنت بحس إنك أنتِ بتختاري ألفاظ تضايقني وتهزني. أنا منكرش إني غلطت يا عمر، بس أنت كمان غلطت. إحنا بدل ما كنا بنقعد نتكلم ونتفاهم بالراحة، كنا عاملين زي الديوك وقلبينها حرب، كل واحد فينا عايز يطلع منها وهو الكسبان. أنت طول الوقت عايز تثبت إن أنت صح، وأنا نفس الحكاية. كنت بختار الكلام اللي يوجعك عشان أنت لسه قايل لي كلمة تجرحني. في النهاية ده عمره ما وصلنا لحاجة. وصلنا للطلاق. وصلنا لان انت تحب واحده تانيه عليا. دي ما ظهرت في حياتي في وقت يا شيرين كنت خلاص فقدت الامل اني اكمل حياتي معاكي. ظهرت في حياتي وغيرت لي حياتي.
كانت بتشجعني ومؤمنة بيا وواقفة جنبي. عكسك انت خالص، انت في الوقت ده كنت خلاص واحدة تانية غير اللي حبيتها زمان وعرفتها. انت في الوقت ده كنت بتقصدي ان انت تضايقيني وكنت بحس ان انت عايزاني افشل. وديك اكتشفت ان دي مش الحقيقة. بس خسارة، اكتشفت متأخر. بس انت اتغيرتي قوي يا شيرين، كل حاجة فيك رجعت زي الأول، بقيتي حلوة وزي القمر، حتى صوتك هتحس ان انا بسمعه زي ما كنت بسمعه اول مره في حياتي. انا بصراحه مش قادر اتجاهل كل ده. بس انت دلوقتي راجل متجوز واكيد مش هتخون مراتك، ولا تعودت على ده؟ لا يا شيرين، انا مش عايز اخون اي حد. شيرين انا عايز ارجع لك. عمته جت. جت في وقتها. جيت في وقت مش مناسب، مش كده؟ دي ما انت هنا ليه؟ انت اللي ليه هنا يا عمر؟ اظن هتقولي انت بتقبني احمد. بس هو فين؟ هو فين احمد يا عمر؟ اكيد نايم. بس واضح ان القعدة حلوة، وحديث الماضي والذكريات كان شغال. هقولك على حاجة يا عمر، ام ابنك ست حلوة وبتحبك، وانت كمان لسه بتحبها، وواضح انها استوعبت الدرس كويس، وانا كمان استوعبت الدرس كويس. ارجوك يا عمر طلعني. طلقتها، يمكن ظلمتها ويمكن ما تستاهلش مني ده. دي ما بنت طيبة وقفت جنبي، بس هي فيها عيوب زي ما شيرين فيها عيوب، وأنا كمان فيها عيوب. احنا كلنا بشر مش ملايكة. أيوة أنا ما بستسلمش ومش بقبل بالهزيمة. عمر رجع بيته تاني وعايز يبتدي بداية جديدة. بصراحة مبسوطة بروحي قوي، عملت مجهود كويس، رجعته على منظور. طب والله أنا بفكر أقلب الترابيزة وأقول غيرت رأيي ومش عايزة أرجع. أعملها فيك يا عمر؟ لا لا لا، ده
بلاش يا حبيبي، ده مبسوط قوي. طب والله مش هينجيك من جنونتي دي دلوقتي غير احمد يا عمر.